بيواجه رولاني مكوينا مدرب ماميلودي سان داونز ومساعده مانكوبا مانكاثي عقوبة السجن والغرامة بسبب نزاع قضائي بين بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق وأبا السعودي الحالي والنادي الجنوب أفريقي. يعني إيه؟ يعني هو إيه علاقة أصلا موسيماني إنه يبقى عليه قضية من نادي سان داونز اللي يعتبر هو اللي بنيه وهو كمان اللي حقق له مجده القاري؟ عايز تعرف القصة من البداية للنهاية؟ تعال أقولها لك على المصري. كلنا زي ما احنا عارفين موسيماني مشي عن نادي سان داونز سنة 2020 عشان يتولى منصب المدير الفني للنادي الاهلي بعد 8 سنين قضاها مع الفريق الجنوب افريقي حقق فيها كل الالقاب والارقام القياسية الممكنة، لكن نادي سان داونز ما عجبوش انه يروح الاهلي ورفع عليه دعوة قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 8 مليون و600 الف راند جنوب افريقي، يعني حسبة 470 الف دولار امريكي بسبب مغادرته قبل نهاية عقده. وبحسب بعض المواقع الجنوب افريقية المحكمة استدعت مكوينا ومانكيثي مساعدي موسيماني السابقين في سان داونز عشان يقولوا شهادتهم في القضية دي ويقولوا هل فعلا موسيماني راحل قبل ميعاد عقده ما ينتهي ولا لا، وهل كمان راحل بالتراضي ولا لا. التقرير اكد ان الاثنين مدربين مطالبين بتقديم تفاصيل العقود الخاصة بيهم، واذا تخلفوا عن الوصول قدام المحكمة هيواجه كل منهم عقوبة السجن او الغرامة. مكوينا ومانكيثي اقتسموا دور المدير الفني لسان داونز لمدة عامين تقريبا بعد رحيل موسيماني عشان يدرب النادي الاهلي ويحقق معاه ارقام قياسية كبيرة، وانفرد مكوينا بالمنصب واصبح تاني مساعد ليه سنة 2020. القصة متشابكة وفي الاخر اسم النادي الاهلي دخل فيها بالصدفة. تفتكر بقى هل النادي سان داونز الجنوب افريقي بيعمل كده عشان موسيماني يدرب الاهلي ولا عشان ياخد حقه؟ قول لنا رأيك في الكومنتات.